السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا في المجال القانوني، وخاصة نتكلم في الحصة على التقاعد النسبي، وقلنا هو إحدى الحالات ديال محور إنهاء خدمة الموظف العمومي، واللي هي عموما كتنحصر ما بين حالات فيها حالات ديال المعاش وشفنا بالحصة بأن الإحالة على المعاش هي إحدى الوسائل القانونية اللي كيتم من خلالها إنهاء أو خلف الموظف من أسلاك الوظيفة العمومية، وكيصدر قرار الإحالة على المعاش في حق الموظف في الحالات التالية. قلنا أنه إذا بلغ المعني بالأمر السن المطلوبة نظاميا لأجل الإحالة على المعاش، وقلنا أيضا أن إذا تصاب الموظف بعجز بدني نهائي، أو إذا كانت عنده أو إذا كان عدم كفاءته المهنية. وأخيرا هذه الإحالة حالة هي الأخيرة، هي الحالة دي الإحالة الحتمية على المعاش كعقوبة تأديبية. فعموما اللي كيهمنا في هذا الموضوع ديال اليوم أو الحصة ديال الموضوع هي بلوغ المعني بالأمر السن المطلوبة نظاميا لأجل الإحالة على المعاش. فمن بعد شفنا تقاعد تام، غنشوفو النوع الآخر في مقابله هو التقاعد النسبي. فإذا كان كيمنح كيتمنح الحق في المعاش للموظف أو العون حين بلوغه السن القانوني المطلوبة لأجل الإحالة على المعاش، وكتحدد هذه السن حسب ما إذا كان الوضع يتعلق بالتقاعد التام أو التقاعد النسبي، فإن ما يخصنا هو التقاعد النسبي اللي كيتمنح هذا النوع من التقاعد الموظفين والأعوان دون مراعاة لشرط بلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش، وهكذا كيستافدوا من هذا التقاعد النسبي. فالموظفون والأعوان المتوفرون على 30 سنة من الخدمة فما فوق، كذلك الموظفون والأعوان الذين قضوا 21 سنة من الخدمة الفعلية و15 سنة على الأقل بالنسبة للموظفات، هذا استثناء بالنسبة للموظفات والمستخدمات، وذلك بمقتضى إذن من السلطة ذات الصلاحية في التعيين وفي حالة الرفض بإذن من الوزير الأول. فقلنا، سأعيد ما قلنا بالنسبة للتقاعد النسبي، فهو كينتمي الحالة ديال بلوغ المعني بالأمر السن المطلوبة نظاميا لأجل الإحالة على المعاش. وقلنا أنه كيتمنح هذا الحق في المعاش الموظف أو العون حين بلوغ السن القانوني المطلوبة لأجل الإحالة على المعاش، وكتحدد هذا السن حسب ما إذا كان الوضع يتعلق بالتقاعد التام أو التقاعد النسبي. فعموما التقاعد النسبي كيتمنح للموظفين والأعوان دون مراعاة لشرط بلوغهم السن القانونية للإحالة على المعاش، وهكذا كيستفيدوا منه الموظفون والأعوان المتوفرون على 30 سنة من الخدمة فما فوق، وأيضا الموظفون والأعوان الذين قضوا 21 سنة من الخدمة الفعلية و15 سنة على الأقل بالنسبة للموظفات والمستخدمات، وذلك بمقتضى إذن من السلطة ذات الصلاحية في التعيين وفي حالة الرفض بإذن من الوزير الأول. إذن بهذا كنكون وصلنا نهاية العرض، على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة، وبالله التوفيق والنجاح.